بس كنت شوي بردان، عم برجف شوي، بس هلا وي ار باك تو يوتيوب. بعرف غبت لفتره بس كان بدي انعزل عن العالم لانه العالم انعزلت عني. صبرت صبرت صبرت، اجر لله اجر لك. خلاص الموضوع استبحل، موضوع خلاص نفسي رح تحاسبني يوم القيامه. بعرف ما حدا اشتاق لي، وبعرف نو ون بده يسمع صوتي، وبعرف ما بستخدم الشطافة لأنه عندي حساسية على طيف. ما كان هيدي مش لقلع، هاي مش لقلكم صراحة. هالفترة حاسس حالي حاليين وجيا رقبيا جسميا. هذا من يحلم بالوصول لقلوب جميع. اسم الله اسم الله، بليز ما تحسدوني، بس عن جد اليوم رايح عيطوا لي خديجة خانو. وبما انه إلنا فترة عم نعمل ريجيمينج ولازم نحرق هالرجيمات وناكل بدالهم الاكل، فتوداي وي ار غانا نطبخ مع الشيف جعفر. السلام عليك سنو ورحمة الله وبركاته. اي نو كثير مبسوطين وكثير بيهمكم تطبخوا معي. بعرف ما حدا بيهمه، ما حدا مبسوط. خلينا نتبقط. رأيك بيشبه حياتي، ما إله معنى وما إله عز. لا اعتمد الدنيا والله، لا اعتمد الدنيا. مين وينك يا شمس؟ يمكن لأنه القمر طل فبتعتم الدنيا. لا أنا مش مستعجلة، أنا جاي ساعد أستاذ مجدي حطلعه من هدومه يعني. ليه ما حدا عم يضحك معي؟ ما حدا بده يضحك معي؟ سو مثل ما خبرتكم توداي وي نيد تو نغذي اور كريش، فعشان هيك اليوم حنعمل اقالب كيك، بس مش اي كيك، كيك للمقهورين. نعم للمقهورين، مقهورين مقهورين مقهورين. والله العظيم بالله الكريم، اقسم بالله العظيم، والله العظيم راح يكون ردة فعلي شيء ما تتوقعونه. اقسم مقهورين مقهورين مقهورين. ما عليكم لما يسوون لي صور ويخربونها ويشوهون وجهي الجميل. مقهورين من الملكة مقهورين. أول غرض هو الفلور، وباللغة الفصحى أرض. ما بعرف إذا صح بس إن شاء الله صح. بس أهم شيء تكون طنجرة خضرة، طنجرة كوز نحن هيلثي، نحن وي آر فيجاتيريان. بعدين بتحطوها بالطريقة ده وكلها سوا، عرفتوا؟ البلاستيك تعطيها طعمه، البلاستيك مثبت علميا انه هو مفيد للبشره وخصوصا للطبقه الشفافيه لانه معموله من السيليكونيه وبتساعد للطبقه الشفافيه، بتعطيها مثل نوع التكبير وبوتوكس ولكن مجانا. هيدا كله ورا من ورا شو البلاستيك، فخلوها مثل ما هي طازه طبيعيه. وبعدين بدكم تجيبوا الستيك صوص وبعدين شو عم تلحقوني يعني؟ هلا انت عم تحبوني؟ لا لا شو؟ لانه هيدا بيتي اللي بيتكم انتو كيف جيتوا؟ لا عم بشاكلكم. شو هذا؟ احترموا قانون الانسان، حقوق حدود بيته. ايه استغفر الله. وبعدين هون بدكم تجيبوا كمان الاويل. من بين الناس يسعى ويحاول نشر السعادة. لا يو ار مهضومين، لا يو ار بلاينج مع مشاري يعني.
شو هالقد متغمسين بالجمال الطبيعي؟ طبعا هذا كله جمال طبيعي شفتوا؟ برفع قضاء عليكم دعوة قدح وذم والحاق مطبخي عن تلحقوني زوال المطبخ برا. المهم بعد الملاحقات الغير القانونية اللي عم تعملوها فيي بدكم تزيدوا على your ingredient steak sauce. نعم صوص لحمة. اكيد احنا كلنا بنعرف الكيك هو عبارة عن sweet، عبارة عن حلو مثلي. يس عشان هيك بنكسر الحلو باللحمة. نعم. صبرنا لك كثير وصبر ماذا ينفع معك يا معفن. اللحمة فيها نوع المر والسولت. اسكت الله يخليك. كسرنا الحلو وطلعنا الملح تعيدوني. بيكون في طعمة لحمة بالكيك. جوردن رمزي ترك البيت راح يدمع وشكرا. حتى أمار انتو عم تاكلوا ذا كيك بتحسوا القالب القطوه بتحسوا في مثل سكوتش تيب عليه صح؟ هون بيجي دور العين. هون شو بيعمل العين؟ بيخلي بيشيلها لبرا. يس يس. واخر شيء بدنا اياه هو مي. كل ما كترته كل ما احسن. مفيد مفيد جدا جدا. عنده زوايد اكثر من النواقص. عنده ادفانتجز مور ذان ديس ادفانتجز. وهلا رايحين نعبي شويه كبايه لكم كيف تخلطوها سوا. بعتقد هيك بيكون زياده اذا بدكم، بس اذا بدكم فيكم تكتروا شوي لهون عرفتوا. وهيك بيكون تمام. اخر شيء بتجيبوا كل الخلطه وبتحطوا المي على جنب، تدلقوا everything right in the طنجرة الخضراء الهلسي المفيدة للطبيعة. بعدين you will need to تحطوا your خلطة بالفران الآلي. وإذا ما عندكن مصاري مثلي وعندكن فرن صغير فيكن تقسمضوا خلطات بين قسمين بفرنكن اللي ما بينقشع. بما أنه we are gonna ننطر كذا يوم هنلعب لعبة اسمها موج بانج. أولا يمكنكم أن تضعون كائبة الكلوروكس. هيدي فيكن تستخدموها للمضمضة، للغسل الأفلام، تطهير البطن، تطهير الجسم. نعم نعم. هيدي أصوات فرفتة. هلا حنجرب نوع شيبس ثاني. شو زاكي شو زاكي. واو شكرا مع حلقة اتمدى بس ما تتهنى. وشكرا. والله سوري بس بتعرفوا يعني صعب كون بغل ومذيع بنفس الوقت، عدد صعبة. فبس بس يعني بلش اللايف بلش اللايف المايك. مرحبا وكما ترون اليوم لدينا أخبار مؤلمة جدا. فاجئني الموضوع بشكل كبير. هونيك يا هونيك. تم القبض على نملة من قبل الصرامة الإنسانية. تم القبض على نملة من قبل الصرامة الإنسانية فعلا. فعلا أن هذا الموضوع أنني ضائع في محاوري وأفكاري. ولكن فعلا أننا في مجتمع ظالم ومجتمع مليء بالعنف والموت. ليتني محل النملة.
خلاص خلاص يلا شو بدك تاكلي؟ يلا تعال ناكل كوسة. ياسس بدك تشين تعشين وهلأ we will hot the cake اللي عملناه على راس أم كلثوم لأنه أم كلثوم عملت التاريخ وهيدا الكيك حيعمل التاريخ. يا حلاوة يا شكلاطة يا كيك. هون لازم تفرفطوا عش الحياة لحتى نقدر نوصل على الكيك للمجهورين. جوجل وانس قال في ناس روحها حلوة وفي ناس روحتها حلوة فنحطوها نحت على كل راس مقهور منكن. وهلأ بتقدموا شهادة شكر والتقدير للروحة الحلوة إلى all your مجهورين. اللي بيقولوا افتحوا صفحة جديدة افتحوا كتاب جديد open a new book كبوا الكتاب عليه open a new book عطوا الكتاب قولوا له خليك جالس and don't ترجع لورا بس خليك وابتعد ايوة ابتعد خلينا نعمل social distancing yes بس انا ما بدي بس باوقات الكورونية بدي باوقات الحياتية كلها عطول خلي social distance بيني وبينك ما تقل ان شاء الله تكونوا فتحتوا بوك جديد كتاب جديد and كمان فتحتوا سبسكرايب جديد ها؟ ليه وقت تعمل سبسكرايب ها؟ طبعا سوي لايك سكسرايب شير ودي كل مكان سنان كرام anyways ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهيدي الفلوج that's it for today وان شاء الله بنضلنا على تواصل ويضلوا المجهورين يضلوا المجهورين انا المريض شكل يلا ما تنسوا تعملوا رنوا الجرس وتعملوا لايك فور ذا فيديو وبدي كمل بوستين فهيدا كمان بده يكمل بوزنا معي فسيا بوزنا